إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطئ ثقل النهار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي؟ لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعي 11، لأني هانذا بالأثام حب الأبي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أسرى لي يوم خلصت الأحضان الربوية، لأنك لو تمر في اللذات والشهوات قد مضى من النهار وفات. والآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مع رحمتك، لأن إليك أصرخ يا رب تخشع. أخطأت يا بتال للسماء وقدامك، لست مستكنا لك ابنا، بلغ عني كأحد جراك كانين كعين. لكل اسم بحرص ونشاط انفعت، لكل خطاب اقتادت ارتكبت، لكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي اسباب التوبه تسد الظراف، اليك تدربك استشفع، واياك ان اسعد الا لاخزى، وعند مفارقه نفسي من جسد احذري عندي، ولمارة الاعداء اهزم، ولا باب الجحيم اغلقي، لئلا ابطل نفسي ارز بالعيد من الختن الحقيقي. يا حامل الخطايا العالم ارحمنا واسمعنا واغفر لنا خطايانا امين. كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا رب. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا الله. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا الله. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا الله. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والارض ملؤة تام مجد كرامتك، ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها رب اله القوات كن معنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه، الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. هذا اليوم بسلام واتيت بنا الى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء، اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان، ونجنا من حال المضاد وابتل سائر الفخاخ المنصوبه لنا، هب لنا في هذه الليله المقبله سلامه بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، نجتازها ايضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الاب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، ارحمنا 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 يا الله مخلصنا، ارحمنا 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 يا الله ثم
ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل المعبد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا للعمل بوصاياه قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشف أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد تعيش وتصلي سلام يا جماعة معلش لو في حد قاعد مش حاجز بس يتفضل على الباب لو في حد قاعد مش حاجز الاجتماع يتفضل على الباب كلمتين بس كده بعد اذنكم اوكي وما نقعدش جنب بعض كل واحد في ديسك لو سمحت كل واحد في ديسك 25% كل واحد لابس الماسك لو سمحت من فضلكم معلش استحملون اللي معوش ماسك يتفضل في ماسك على الباب فيهاش احراج ولا حاجه عادي انا ما اللي معوش ماسك مش لابس ماسك يتفضل في ماسكات على الباب بره كل واحد او واحده في ديسك لابسين ماسكات بعد اذن حضراتكم اللي مش حاجز يتفضل على الباب بره شكرا كتر خيركم خير ازيكم مصحصحين شكلكم نايمين طيب عارفين ترنيمه الهنا عظيم الهنا امين طيب عايزين نسمع صوتكم بقى ونقوم مع بعض إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين بيطعم شعبه برية ويطلق أسره مسبيين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود ينجع بيده حسب وعده من سيف جلياد وجب أسود يا إلهنا صالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافي دي مراحمة جيل ورا جيل ما انت وامنت كذبت وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل سجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشقه وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك
شكرا ليك. مهما بنشكر مش هنوافي، دي مراحمك الوراجيل وامانتك ثابته وما بتزول، اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. اله ابائنا واجدادنا، عهودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، ووعدنا لسه ما هتاخدنا. بنعلن ان ايماننا فيك، وان يوم انكرنا وصاح الديك، بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة اليك. يا الهنا الصالح صالح، شكرا ليك. مهما بنشكر مش هنوافي، دي مراحمك الوراجيل وامانتك ثابته وما بتزول، اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل، مالكش مثيل. ازيكم؟ طيب، في ترنيمة المفروض ان احنا بدأنا قبل كده، حفظنا ترنيمة، فاكرينها كانت ترنيمة ايه؟ مش فاكرين؟ هو الناس اللي قاعدة الناحية التانية ممكن تقربوا شوية، على فكرة كنيسة كبيرة عايزين نشوفكم. طيب، كانت المجد والغنى والعظمة، كانت ترنيمة المرة اللي فاتت. المرة دي في ترنيمة تاني برضو هنحفظها مع بعض للناس اللي مش عارفينها. عارفين ملك الملوك سيد الأسياد؟ عارفينها؟ طب حلو قوي. كم واحد بقى؟ كم واحد عارفها؟ بلاش، كم واحد مش عارفها؟ عارفينها؟ طيب، الناس اللي مش عارفاها، هي ترنيمه بتقول ملك الملوك سيد الاسياد، ليك السلطان ووحدك رب العباد، كل القدره ليك يا الله، انت الاله وعندك كل الحكمه. تمام، ده البيت الاول. القرار بقى اللي احنا عايزينكم تقولوا فيه، يعني احنا مش بنصعبها عليكم، بنقول لكم بس قولوا معانا في القرار. القرار بيتكرر اكتر من مره، تقريبا 3 مرات، وبيتقال في كل مره مرتين. اوكي، عايزينكم بس نسمع صوتكم في القرار. هحفظكم القرار بيقول ايه. بيقول ايه؟ وانا ليه هخاف وانت الاله، قلوب الملوك. طب هو سهل، قلوب الملوك في ايدك جدول مياه. انتوا عارفين ايه جدول المياه؟ فاهمينه؟ تمام. نهر صغير ساري على طول، ما بيقفش، على طول المياه ماشيه فيه. وهنا الترنيمة بيشبه ان قلوب الملوك زي المرية السارية في ايد الله. تمام؟ فهو بيقول هنا وانا ليه هخاف وانت الاله، قلوب الملوك في ايدك جدول مياه. عايزين نقول ان الله يعني هو الضابط الكل، هو في ايده كل حاجة، مفيش اي حاجة في حياتنا برا ارادته او برا يعني قبضة ايديه. تمام؟ تسمعوا اللحن بقى وتقولوا معنا؟ ماشي؟ يلا نور. ملك الملوك سيد الأسياد، ليك السلطان وحدك رب العباد، نقول كل القدرة ليك يا الله، انت الإله وعندك كل الحكمة. وانا ليه اخاف وانت الاله، قلوب الملوك في ايدك جدول مياه. وانا ليه اخاف وانت الاله، قلوب الملوك
المياه. أفكارك عجيبة عن فكري بعيدة، لكن بإيماني مصدق فيها. وسط الأوجاع وفي الأتعاب تديني نور ونصرة، تفتح أبواب وأنا ليها خاف. وأنت الإله قلوب الملوك في إيدك جدوى المياه، وأنا ليها خاف. وأنت الإله قلوب الملوك في إيدك جدوى المياه. ملك الملوك سيد الأسياد، ليك السلطان ووحدك رب العباد. كل القدرة ليك يا الله، انت الإله وعندك كل الحكمة، وانا ليها خاف. وانت الإله قلوب الملوك في ايدك جدوى المياه، وانا ليها خاف. وانت الإله تعيشوا وترنموا، ايه رايكم فيها؟ كلماتها حلوه؟ عجبتكم؟ طيب ان شاء الله لما نرنمها مره تاني بقى يعني نلاقيكم حافظينها، ماشي؟ شكرا. أستاذنكم بس نصلي أبانا الذي وبعدين نبدأ الكلام. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بشفاعة الست العذراء والملاك ميخائيل والقوي في القديسين أنبا موسى، اجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضلوا استريحوا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكلمة بتاعتنا النهاردة هتكون عن ضابط الكل او باندو كراتور. الكلمة اللي مكتوبة قدامكم دي يوناني، ما هياش قبطي، لكن في الكلمة القبطي باندو كراتور بتلاقيها ت، بس في اليوناني هي بتنطق، احنا بنقول باندو كراتور مش باندو كراتور، باندو كراتور ضابط الكل. هو ده لقب من ألقاب ألقاب مين؟ ألقاب مين؟ ألقاب مين؟ الأب، السيد المسيح، يعني نقدر نقول من ألقاب الله. تمام، من ألقاب الله، الله ضابط الكل. طيب
انا هعمل حاجة دلوقتي بس انا مش معايا يعني الهدايا يعني او كده، فبعت اجيبها وهديها لكم اول ما تيجي. نحاول كده نعمل ريفريشمنت كده يعني. ضابط الكل، ضابط الكل مين يقول لي فين بتسمع كلمة ضابط الكل في الكنيسة؟ بتشوفها فين؟ بتسمعها فين؟ بتحسها فين؟ فين؟ في لحن جي ناينان؟ فين تاني؟ أول ما أبونا بيفتح الستر؟ أيوه. بيقول إيه تاني؟ قول كده. إليسوني ماس أوسيوس وباتيرو مونتوكراتور. هو قالها أوبانتوكراتور. ما عشان عندي برد. البرد ما يعملش ده. بانتوكراتور. شكرا يا بنو. سمعنا. خد إنجي الحاجة جت أهي. إنجي برافو إنجي. أبنو برافو. يبقى سمعنا لما ابونا بيفتح الستر اول ما هيبتدي صلاه اللي سوني ماس اوسي اوس اوباتير اوباندو كراتور، وانجي قالت لحن جي ناينون. فين تاني؟ اتفضلي. دي يعني المفروض كانت تتاول اول واحده. هو قال ابانوب قال دي عشان راجل شماس فعارف يعني مش كتير عارفين، فلنشكر صانع الخيرات. ضابط الكل مين تاني؟ فين ضابط الكل تاني؟ اتفضل. ده المفروض كانت تتقال قبل الأولانية، معلش اديله مايك. بالحقيقة نؤمن في قانون الإيمان. إيه تاني؟ ما تنفعش تكون في مقدمة القسمة. وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أنا هدي لنفسي حقي. إيه تاني؟ فين ضابط الكل تاني؟ حاجات كتيرة، حاجات كتيرة قوي. بس انا قلت اخد منهم واحدة. حاجة دي ظاهرة واضحة وثابتة، ومش عارف ليه ما حدش فيكم غشها من على ال، مش عارف هي انتوا لسه صاحيين من النوم زي كده ولا ايه. دي قلت حاجة ظاهرة واضحة نبدأ بيها، موجودة قدامنا ونقدر نشوفها، والناس كمان بتتسابق ان هي يعني مثلا الناس اللي راحوا الكاتدرائية اللي في شرم الشيخ يقول لك واو. دي ايه بقى؟ دي البندوكراتور، دي الايقونة الارثوذكسية بتاعت بندوكراتور ضابط الكل، هي دي الايقونة، وموجودة في حضن الاب في شرقية الهيكل. لو كان يحق لي افتح الستر كنت وريتكو. بعد المذبح كده في تجويف نص دائري صح، تلاقي فيه حضن الآب شرقية الهيكل كما يقال، وفيها أيقونة البندوكراتور اللي الكنيسة في فكرها الأرثوذكسي قررت إن هي تحط الأيقونة دي في الحتة دي. الله الفاتح أحضانه لكل العالم وضابط الكل، من في السماء ومن على الأرض، النباتات والحيوانات والجماد والإنسان، حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون زي ما بيقول الكتاب المقدس. الأيقونة دي موجودة في دير أمبانتونيوس في البرية الشرقية، ترجع تاريخها للقرن ال13 الميلادي.
قصة الأيقونة ده هوم ورك بقى، تروحوا البيت تقروا حزقيال واحد. قصة الأيقونة دي في حاجات النهاردة نسيبها هوم ورك، مش نقدر نقولها بالتفصيل لأن الموضوع محتاج مننا شوية. حزقيال واحد تفتحه وتقراه هتلاقي قصة أيقونة الضابط الكل اللي شاف حزقيال النبي. كمان أيقونة الضابط الكل اللي موجودة في حضن الآب بتمثل زي ما احنا كاتبين كده ان اللي بيرتاح الله فيه او بيرتاح الله في قلبه. ايه نقوله؟ معلش نورة هنحتاج نروح ونيجي فركزي معايا دقيقتين بعد اذنك. ما قدرتش اعدي على الايقونة الا اما اتكلم معاكو على اللي فيها. فمثلا كرسي العرش، بسرعة كده نورة نديهم لقطة. كرسي العرش اهو باللون الذهبي. اوكي ايوه يا نورة، كرسي العرش معمول باللون الذهبي، واللون الذهبي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيشير للأبدية، بيشير للأبدية. التوب بتاع السيد المسيح لونه ايه؟ أحمر. اللون الأحمر أيوة بيشير لإيه؟ اللون الأحمر بيشير لإيه؟ يعني ما تعممها لي شوية، أنا حتى كاتبها لك. الألوهة، ما أنا عارف، ما أنا مستغل الموضوع ده. الألوهة دي حاجة تخص الإله وتشير لمحبة السيد المسيح، وبتشير كمان للإنسانية المتألمة. حتى هو ده نفس اللون اللي اتغطى بيه المسيح له المجد بعد ما ظهره اتعرى واتجلد ولبسوه رداء لونه احمر. اللون الابيض في جلابية او جلباب السيد المسيح اهو، اللون الابيض اهو اللونه ايوه بيشير الى الطهارة وتوهج النور الإلهي. اللون الأبيض بصفة عامة بيشير للطهارة. اللون البني موجود فين؟ في تحت رجلين السيد المسيح اهي، ده اللون البني بيشير لنص او الكرة الأرضية ايوه، واللون البني ده بيشير للأرض او بيرمز الى الأرض اللي ربنا خلق. في كمان لون اسود حوالين العرش، في تحديد دائري اسود اهو ده، وكأنها سلك شائك اللي يخرج براه يضيع، عشان كده عملوه باللون الاسود بحيث ان الخروج عن دائرة الله هو نوع من انواع الضياع. هنلاحظ في الايقونة ان السيد المسيح بيجلس على كرسي او عرش ايوة يا نورة تمام، وتحت رجله نص دايرة زي ما انا قلت لحضراتكم. هو بيملك على الكنيسة والمسكونة للابد، وقلت لكم ان نص الدايرة دي بتشير للكرة الارضية. السيد المسيح في الايقونة شايل انجيل، وحواليه اهو الانجيل اهو، وحواليه البشاير الاربعة متى ومرقص ولوقا ويوحنا ايوه يا نورة، دول يقول فيهم ان الانجيل ده قانونه وارادة السيد المسيح ان هو يخلصنا. الكلام ده هنلاقيه في رؤية اربعة، في رؤية اربعة. حوالين راس السيد المسيح في هالة متقسمة كام حتة؟ في ناس مش معايا خالص على فكرة، الموبايل ممكن يبقى في البيت او في اي حتة، وبعدين انتوا سايبين الكنيسة كلها وقاعدين ورا، الناس ممكن تطلع قدام عشان تركز، ده اللي جاي عشان يستفيد. دول اربعة؟ هم اربعة دول؟
انا بكلمك على الثلاث هالات دول اللي باللون الاحمر، فدول ثلاثه حوالين راس السيد المسيح، ودول بيشيروا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس. كمان جسد او جسم السيد المسيح الفنان القبطي رسمه، مش عارف نسميها ايه، مجسم. يعني مش دي ركبته باينه ولا مش باينه؟ ها؟ هي ركبته. فكان قاصد ان هو يعني يبين التفاصيل ديت، ايوه نوره، علشان ايه؟ يوضح ويثبت ناسوت السيد المسيح. السيد المسيح كان له ناسوت كامل، اخده جسد كامل زينا بالظبط وشابه بشريتنا، عشان يرد بيها على اي بدعه. هنلاحظ ان في هنا بعض الخطوط الهندسيه. الخطوط الهندسيه مثلا زي مثلا اللي في الهاله اللي حوالين راس السيد المسيح، او حاجه مثلا زي دي مش مستقيمه، يعني دي مستقيمه، دي مش مستقيمه، دي مش مستقيمه. ايوه يا نوره. فهنلاحظ ان في تنوع بين الخطوط، سواء كانت حاده مستقيمه او منحنيه. دي بمنتهى البساطه كانت بتغلب على الفن القبطي في الفتره ما بين القرن ال11 وال14. ايوه يا نوره. فبمنتهى البساطه بدانا بايقونه البندوقراطور، عشان بس مش هينفع نعدي على ارثوذكسيتنا كده مرور الكرام. كان لازم نثبت ان الكنيسه بتحاول بكل الجهد حتى في الفن القبطي ان هي ترد على بدع، انها تظهر مجد السيد المسيح، تشير الى الرموز، تاخد ايات الكتاب المقدس اللي اتكتبت كنبوات عن المسيح له المجد وتجسدها قدامكم. لان في ناس بسطة، في ناس ممكن تكون ما بتعرفش تقرا وتكتب، ممكن يكون واحد نظره ضعيف، ممكن يكون واحد فهمه مش قد كده وهكذا. بمجرد ما يبص للايقونه هيفهم حاجات كتير قوي يعني، وهتبسط له الدنيا. عشان كده استكمالا للموضوع قبل ما نخش في المعمعة، البندوقراطور او ضابط الكل موجودة في الليتورجيات الكنسية الارثوذكسية في كل حتة. يعني انا بس كتبت امثلة، لكن يعني ده على سبيل المثال وليس الحصر. مع فتح ستر الهيكل زي ما قال ابانوب، ليسوني ماس اوسيوس وباتير وبندوقراطور، في صلوات التكريس، في قانون الإيمان زي ما أخونا الحبيب قال، صلاة الشكر زي ما أختنا قالت، جينينا زي ما إنجي قالت، الرشومات بأنواعها، الرشومات اللي بتبقى على الجسد مثلا ساعة القداس، رشومات الحمل اللي في الأول، أوكي، الأواشي والطلبات، وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا، مسافرين مرضى مش عارف إيه، مقدمة الاسم اللي أنا قلتها، فحاجات كتيرة قوي 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 موجودة ضابط الكل. فنوصل من الموضوع ده ان احنا نقول ان ايماننا الاقدس، ايماننا الارثوذكسي بيقول بايه؟ نؤمن بايه نحن المسيحيين؟ ها؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الاب، ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. فهو اله واحد ورب واحد لكل الخليقة، لكل الخليقة زي ما قلت في الأول، إنسان، نبات، حيوان، جماد، السمائيين، الأرضيين، الشياطين، قول زي ما تقول، هو الإله الواحد ضابط الكل. ودي واضحة جدا في بداية الخليقة. بداية الخليقة لما تيجي تقرأ تكوين واحد يقول إيه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. الله خلق من الظلمة نور، الله خلق من العدم تكوين، عشان كده سمي بسفر التكوين، خلق من العدم تكوين. التكوين ده بقى في خليقة خلقها في ستة أيام بنظام معين، واخدين بالكم ازاي؟
يقول كده معلمنا بولس الرسول: الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. كلام ده على ضابط الكل، هو بينجي وسينجي فيما بعد، يلاحظك وعينه عليك ومش هيسيبك حتى لو انت في التجربة. نوصل لحقيقة ان الكتاب المقدس بيعلن وجود الله ظاهرة في كل الخليقة اللي ربنا خلق. ده إيماننا المسيحي الأرثوذكسي، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نوصل لحتة عمق معنى الإله ضابط الكل. نبتدي بقى نخش كده بسرعة. ضابط الكل ممكن تبقى مش مفهومة أو بعيدة عننا. والنص التاني من الكلمة أحيانا بتبقى متعبة وبتبقى معسرة وبتبقى قاسية. فخلينا في الأول نقرب شوية من، لا معلش نورة خليها لي زي ما كان، خلينا نقرب. أصل هما لو قروا خلصت القصة، ما كفاية الموبايلات اللي شغالة يعني، افهمي البعد السياسي في الموضوع يعني. المهم نقرب شوية من ضابط الكل. خلاص، يعرفنا معرفة كاملة. جاوب في سرك إذا كان الكلام ده صح ولا أنت شاكك فيه. هو مش غلط إذا كنت أنت شاكك فيه. هو يعرفنا معرفة كاملة. مش هو اللي خلقك؟ مش هو اللي جابك من العدم؟ أنت حر وخلى بابا وماما يتفرجوا عليك. أنا على أيامي ما كانش فيه، على أيام ولادي واحد فور دايمنشن والتاني فايف دايمنشن. يعني شفت واحد فور دايمنشن والتاني فايف، أنا ما حدش شافني. فيعرفنا معرفة كاملة. المصدر الحاوي لكل شيء، هو يحوي كل شيء وموجود في كل مكان، وعينيه تخترق أستار الظلام. ينبوع الحياة المبدع، فعلا هو سبب كل الحياة اللي احنا فيها وأبدع في خليقته. هو يعتني بالإنسان، الله ضابط الكل يعتني بالإنسان، يخلق كل شيء ويقود كل شيء. هو أب صالح وهو يعتني بالحيوان والطيور والنباتات، وهو الكل في الكل، ودي نلاقيها في كورنثوس الأولى 15. نحاول نقرب شوية من الله ضابط الكل. الله ضابط الكل، حلو. يقول في أعمال 17: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. حتة نحيا ونتحرك ونوجد دي في حد ذاتها هي دي العناية الإلهية. لما تيجي تعرف العناية الإلهية كده، اللي هي في محتوى الله ضابط الكل اللي ما بيسيبش حد، هي دي العناية الإلهية. نحيا به، نحيا ونتحرك ونوجد. لا النفس هيدخل ويخرج إلا بإذنه، ولا أنمو في الفضيلة إلا بإذنه، ولا أخد قوة أبعد بيها عن الشيطان الخطية إلا بإذنه. هو الذي يقوي، هو الذي يعمل، هو الذي يقدس، هو الذي يبارك. فهي دي العناية الإلهية، لخصها لنا معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال. إذن ربنا بيوجه مش بيفرض. خلي بالك من الألفاظ اللي احنا مختارينها، لأنها ألفاظ مختارة بعناية. الله مش بيفرض. طبقا للآية دي الله بيوجه حياتي والعالم كله بطريقة سرية. كان قال لنا أحد الآباء زمان الجملة دي بأسلوب أسهل من اللي أنا بقوله ده. إذا كان سكان الكرة الأرضية مش عارف كام، 6 تريليون مثلا، الله يملك 6 تريليون طريقة للتعامل مع هؤلاء البشر. لا يمكن هيكون بيعاملك زي ما بيعاملني، زي ما بيعامل حد تاني، زي ما بيعامل حد تاني. الله قادر ان هو يحتويك، وهي دي العناية الإلهية. يقود الكل نحو كماله
الله يؤثر في الأحداث والتاريخ، ممسك كل شيء بيمينه الحارسة، بس على شرط إن كنا متحدين معه. ما هو أنا ما بقاش ماشي بلعب بديلي وأترك الله وأذهب إلى آبار مشققة زي ما قال في أرميا، وتيجي تقول لي ربنا سايبني. هو مين اللي ساب مين؟ جاوب على السؤال ده بينك وبين نفسك، أي استفسار أو حاجة أنا تحت أمركم. مين اللي بيسيب مين؟ مين اللي بيسيب مين؟ الشمس بتسيب شعاعها ولا الشعاع اللي بيسيب الشمس؟ الشعاع اللي بيسيب الشمس عشان يطلع منها ويضيء. الشمس ثابتة، متحركش، قوية، نجم كبير جدا. فأنا لما أبعد عن الله، ما تجيش تسأل وتزعل بعد كده، وتيجي تعاتبه، وتيجي تقول له أنت فين؟ أنت رحت فين؟ أنت جيت منين؟ إذا كنت تسير مع الله فاحكم في الأمور، وإذا كنت لا تسير مع الله فاحكم أيضا في الأمور. فاللي احنا قلناه، العناية الإلهية تساندك لو أنت متحد بالله. عشان كده مدين تحذير في آخر السلايد ده، احذر تخلي النعمة الإلهية. النعمة لما بتتخلى عني، أنا آسف في التعبير، أنا بتبهدل. الواحد بيتبهدل، بيتوه، ما ببقاش عارف يمشي فين ويروح فين، وبيضل الطريق، ومش قادر ان هو يشوف الله خالص، ولا قادر يحكم في الامور، ويفضل يا عيني تعبان وحيران. اروح كده ولا اروح كده؟ اسافر كده ولا اسافر كده؟ اجي من هنا ولا اروح هنا؟ مش عارف، تايه تايه تايه، لانه ترك الله. فاحتاجت النعمة الإلهية أن تتخلى عنه في فترة عشان يرجع تاني لربنا. هل في أمثلة عند حضراتكم في الكتاب المقدس للي أنا بقوله؟ أنتوا تدوهاني؟ ها؟ أشكرك. أنت ما خدتش حاجة يا بيتر صح؟ بيتر، الحاجات دي كلها رمزية، انتوا ناس يعني اكبر من كده، بس يعني التشجيع الداخلي ده حاجة بتشجعنا، انا مش بشجعكم انتوا يعني. شاول تخلت عنه النعمة الالهية لانه حد عارف عمل ايه؟ عمل ايه؟ نساء، حد اتكلم؟ عمل ايه بقى؟ هو لما صمويل اتأخر عمل ايه شاول؟ رفع الذبيحة. مش من حق، دي مش شغلتك يا عم، دي مش شغلتك. بالاضافة طبعا اللي قالته انجي، ان هو كان راح للعرافة وكده. فتخلت عنه النعمة الالهية وفارقته. حد عنده امثلة تانية؟ أيوب تخلت عنه النعمة الإلهية. يعني أصل أيوب دي هنجيلها دلوقتي، قصة تانية. ها، يونان تخلت عنه النعمة الإلهية. ما تخلتش النعمة الإلهية عنده؟ لا، تخلت عنه. ده الراجل يا عم، ده لا، ده بقى دي حاجة تانية، ده دي قصة تانية. لكن النعمة تخلت عنه إلى حين عشان يتعلم الدرس مرة واثنين وثلاثة. فالأمثلة كتير جدا في الكتاب. عايزة تقولي حاجة يا مريم؟ الابن الضال تخلت عنه النعمة الإلهية. ماشي، أوكي، الابن الضال تخلت عنه النعمة الإلهية وراح وتاه، وبعدين رجع تاني. نبوخذ نصر، تمام، حلو. شمشون صح. الأمثلة كتير قوي، احذر تخلي النعمة الإلهية لأن الواحد بيتوه. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، الموضوع كبير. أيوة،
طيب احنا بنقرب شوية شوية يعني. ومع انه ضابط الكل عطانا حرية الارادة. عطانا حرية الارادة ده محبة منه وحنان منه ان هو ما يفرضش علينا حاجة معينة او يمشينا في طريق معين. وعن طريق حرية الارادة نقدر ان احنا نطيع الله ونحفظ وصاياه، وفي نفس الوقت ممكن نعصى وصاياه. اعطانا الحرية في ذلك. والدليل على كده، اكبر دليل واول دليل حصل مين؟ اول مين تمرد على الله وعصى وسقط وسقط معه طغمة كاملة؟ ابليس. لكن الاعمال كلها بتبقى، معلش هستأذنك، الله يعوضك كتر خير، تعيش معيش يا مستر، الكيس هيبقى في الاخر وانتوا خارجين حط الله. الاعمال كلها تحت ضبط الله ومكتوبة قدامه في سفر التذكرة زي ما موجود في ملاخي 3. أيوة. نيجي بقى للحتة ديت اللي احنا ماشيين مع بعض فيها في التدريج، عشان كده انا لسه كنت قاصد اجيب المثل بتاعه من نص دقيقة. الشيطان مخلوق تحت سيطرة ضابط الكل. الذي سقط بحرية الإرادة هو مخلوق تحت سيطرة ضابط الكل. الأمثلة اللي قدامكم دي، أيوب إيه اللي حصل؟ رب الشيطان راح يستأذن من ربنا أنه يجربه، فده مش هيحصل أو بيحصل معانا كلنا. ما حدش يقدر يمسك بسوء أو يجي لك تجربة أو حاجة إلا لما ربنا يسمح بيها، وهنتكلم في الحتة دي كمان شوية. لما راح له في الأول قال له أنا موافق، بس ماله وبيته بس، مالكش دعوة بيه. لما تراءى الشيطان امام الله بيستأذن منه في تجربة ايوب اول مرة، راح قال له كده، قال له انا موافق بس ماله وبيته. المرة الثانية قال له انا موافق جسده لكن نفسه لا. عارفين يعني ايه نفسه؟ يعني يقبض عليها. فده ضابط الكل. الشيطان دخل يستأذن، فربنا بيوافق له على حاجات وبيرفض له حاجات، مش بيسلمه البتاع كده شاكب راكب، سوري في الكلمة، هيسلمك تسليم أهالي يعني، لا فيش الكلام ده خالص يعني، كله بعنايته وبضبطه. ده بالنسبة لأيوب. قصة تانية، قصة لاجئون. مسيح له المجد، كان شياطين، واحد حد عليه شياطين كتير قوي لاجئون، اوكي، فصرخت وطلبت من ربنا الاذن، اسمح لنا. هو ربنا بيعمل المعجزة وبيخرج اللاجئون من الشخص، فبيقولوا له اسمح لنا نطلع منه ونخش فين؟ في الخنازير. يعني السماح ان هم يطلعوا، السماح ان هم يدخلوا في الخنازير. دي موجودة في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 5. مش ما بتمشيش كده العمليه. في رؤيا 20 الله ارسل ملاكه فقيد الشيطان 1000 سنة، وبعدها حله من سجنه، كله تحت ضبط الله. في متى 10 الله اعطى التلاميذ ان هم يخرجوا الشياطين، اعطاهم سلطان ان هم يخدعوا الارواح والشياطين وان هم يخرجوها. فاذا الله هو الذي يعطي هذا السلطان. ممكن دي من عنده يدي شيء من كرامته فبيقول لهم خرجوا انتوا الشياطين. وفي وقتنا هذا في ناس عندهم الموهبه دي يعني. اوكي، ده بالنسبه للشيطان. يبقى احنا اتدرجنا في كلامنا كده، النص الاولاني من الكلمه خلص. اتدرجنا في كلامنا واتكلمنا عن الله ضابط الكل، وحاولنا ان احنا نقرب شوية من ضابط الكل، وحاولنا ان احنا نجيب امثلة من الكتاب المقدس، وحاولنا ان احنا نتكلم حتى على الشيطان اللي هو عصى
الله وازاي ان كل حاجه تحت ضبط الله وتحت حفظه وتحت عنايته. هنا بقى تيجي الاشكاليه ويبدا النص الثاني. فاذا كان الله ضابط الكل فلماذا؟ وما الفرق بين اراده الله وسماحه؟ هنبدا باجابه السؤال الثاني قبل الاولاني عشان نقدر نفهم الاولاني اللي هو ايه. فاذا كان الله ضابط الكل فلماذا؟ تمام. ما لقيتش احلى من المزمور ده احطه لكم، ولما تروحوا اتاملوا فيه. مزمور رقم 91. الساكن في ستر العلي في ظل الخضير يبيت، اقول للرب ملجئي وحصني، الهي فاتكل عليه، لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحة تحتمي، ترس ومجن حقه. كفاية لحد كده وكملوه في البيت. خوافيه يعني ظله، خوافيه يعني الظل، يعني مجرد ان ربنا يخيم بظله بس، دي في حد ذاتها حماية. كلمة اللي ممكن تقفوا عندها، الساكن في ستر العلي في ظل الخضير يبيت. لو طلبت منك انك تشيل كلمة القدير وتحط لي مكانها كلمة، ممكن تبقى ايه من وجهة نظرك؟ اشكرك. بيتر طبعا جاوب بذكاء. الساكن في ستر العلي في ظل ضابط الكل يبيت. اشيل القدير واحط ضابط الكل. ولفظ القدير لفظ استخدم في العهد القديم كتير 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 كتير. لفظ القدير قادر ان هو يبكي الناس. الله ده قدير، عارف هو بيعمل. قول زي ما تقول بقى، لو انتوا حابين اسمع منكم انا هبدأ بنفسي. القدير عارف هو بيعمل ايه. انت بالنسبة لك القدير ايه؟ قول لي كلمتين. قدير، اوكي، كل القدرة على كل شيء. القدير له سلطان. ايه تاني؟ لما بتقول على واحد انه يا انسان قدير، لعيب قدير، محاضر قدير، يعني ايه؟ تعني ايه بالنسبة لك؟ متمكن. برافو، متمكن. ده متمكن من مادته، متمكن من حاجته، متمكن من فهمه، متمكن من توصيل المعلومة، وهكذا. وفي النهاية أعيد نفس الجملة اللي قلتها في الأول، الله لا يترك شيء للظروف خالص خالص. عشان كده جبنا الأمثلة بتاعت الكتاب المقدس، وفي مثل أيوب بالذات كانت واضحة. خش على بيته وماله بس مالكش دعوة بجسده. المرة التانية خش على جسده بس مالكش دعوة بنفسه. هو ده اللفظ اللي أنا كنا بنتكلم عليه. هنا بقى هنجاوب على السؤال الثاني عشان نقدر الاولاني. إرادة الله، إرادة الله هي خير مطلق، وهي تمثل طبيعة الله دائما اللي هي الخير. طبيعة الله دائما هي الخير، فمش هيطلع منه إلا كل خير وكل صلاح. أريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. دي إرادة الله، ما عندوش إرادة تانية. عشان كده في القداس بنقول اللفظ الاكسبريشن او التعبير الجميل ده، مشيئة الصالحة الطوبوية. ده مش صالحة وبس، ده مطوبة، لان هي ارادة خير، ارادة صلاح. سماح الله، سماح الله جاية من واقع حرية الانسانية. بما انك يا رب، اعتبرها معادلة بالمنطق، بما انك يا رب اديتني حرية الإرادة، فشيء طبيعي ان يبقى فيه سماح. ليه؟ لان انت اديتني حرية الإرادة فممكن اغلط، يبقى انت يا رب تسمح ان انا ممكن اغلط، ممكن اقع في التجربة عشان اتعلم. فيقول كده، انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى.
هو عارف كل حاجة، وبالرغم من ذلك، بالرغم ان هو عارف كل ده وانسان جميل خالص، اعمال محبة وخدمة وايمان وصبر، لكن وقع في التجربة، وقع في الخطية. ليه؟ لان الله يريد ان الانسان يتنقى. زي ايوب، ايوب كان انسان كامل، والكتاب المقدس قال عليه بار، وقال عليه في ذلك التوقيت انه اكتر واحد بار في الارض كلها، ومع ذلك سمح الله له بهذه التجربة. ليه؟ هي مشكلة كانت صغيرة عنده، هو كان انسان بار، بس بص السطر اللي جاي ده، كان يعرف عن نفسه انه بار. انت بتقول عماد حلو، وعماد عارف انه حلو، انت تخيل بقى الدنيا ايه من جوه، تخيل الدنيا ايه من جوه. انت بتقول عليا حلو، وانا عارف عن نفسي ان انا حلو، ان انا روش، دي مصيبة سودة، لانها هتمشيني في حتة ما فيهاش الا نفسي، ما بشوفش الا نفسي، ما بشوفش الا تفكيري، معجب بكل حاجة انا بعملها. وده اللي كان بيعمله ايوب فعلا، وذكره الكتاب المقدس، كان بيتفاخر بأعمال الله اللي كان بيعملها، كان يدي الفقراء ويدي المساكين ويعمل لهم مأدوب الطعام وأكل وشرب وكده، كان بيتفخر بالكلام ده. وحتى لما وقف في أول مرة خالص يعاتب الله، كان بيقول له قول لي أنا عملت إيه وحش، أنا عملت إيه وحش، ده أنا عملت وعملت 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 أمام الله، وهو واقف يحاجج الله بيقول له كده، ده أنا عملت وعملت وعملت لك وعملت لك، وبعشر كذا وبدفع كذا وبدفع عن ولادي كذا وبيتي مفتوح لكذا. هو انت واقف تعدد الخير والصلاح اللي انت عملته، وانت كنت بتعمله لله، ولا من اجل برك الذاتي وكبريائك وارضاء ذاتك؟ فكان يعرف عن نفسه انه بار، كانت دي مشكلته، عشان كده ربنا تعامل معاه بهذه الطريقة ورجع تاني. حرية الإرادة هي ليست حرية مطلقة، بل حرية تحت رقابة ضابط الكل، مش سايبها لك هو كده، لا. انت عارف ليه ولا مش عارف؟ اصل ممكن حد تاني يفكر بطريقة، يكون يعني معصر في حاجة او تعبان من تجربة، يقول لك يعني انا ايه، يعني انا زي البهيمة يعني ربطني بحبل، الكلام ده بيتقال طبعا، انا مش بجيب كلام من عندي يعني، ربطني بحبل سيبني امشي 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 وبعدين يشدني وقت ما يشدني. لا، هي دي مش طريقة ربنا خالص، ده هو بيعمل معاك كده ومش سايب لك الحرية على البحري، لان انت ممكن تأذي نفسك، بس منتهى البساطة، مش عشان لا سمح الله انا عامل زي البهيمة ولا لا، مش كده خالص يعني، لا، لان انت ممكن تأذي نفسك، ممكن تأذي نفسك باعتدادك برأيك، ببرك الذاتي، بأمراض أخطيت، قد تكون نفسية وأنا مش دريان ومش حاسس، والتجربة هي اللي هتطلع كل ده على الوش وهتنقي، ثق في ده. عشان كده بنقول لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيا، فيما هو يجرح هو بيعصب، وفيما هو يسحق بيشفي. مين اللي يقدر يعمل ده؟ ضابط الكل، حد ماسك زمام الأمور في إيده. هي الآية دي اتقالت إمتى؟ يونان النبي وبرضو أيوب. أيوة يا نورة، يبقى كده عرفنا إرادة الله، وعرفنا سماح الله، وعرفنا حرية الإرادة. بصوا الآية اللي مكتوبة دي بتقول إيه بقى؟ ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ايه قصده ده؟ هو ايه قصد الله؟ ها؟ ارادته اللي هي ايه؟ خلاص؟ اللي هي الخير، التوبتي، امشي في طريقه، هو ده قصده، مدعوون حسب قصده، احنا ماشيين في طريقه هو. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. لو عندك الثقة دي هتكمل. هيا نورة. طب أنا حطيت الآية دي ليه؟ عشان أوصل للسلايد ده.
لو عندك الإيمان بتاع الآية اللي فاتت مش هتبقى هنا. هنا صورة مشوهة عن الله أنه إله لا يبالي ولا يهتم سوى بذاته، وأنه إله متصالح مع الدماء، وأنه إله فاقد زمام الأمور، وأنه إله يخالف قوانينه التي شرعها. كل دي شبهات وكل دي حاجات الملحدين والذين تركوا إيمانهم من أي دين صدروا الصور دي عن الله علشان يقدروا يمشوا في الطريق اللي هم ماشيين فيه. أصل خلي بالك الإلحاد ده مدارس، الإلحاد ده مدارس مش نوع واحد، ده كذا كذا مدرسة وكذا نوع، تمام؟ فدي الصور المشوهة اللي صوروها عن الله. نتكلم احنا، دي رؤية لله، مالها بقى؟ مالها؟ هما ما شافوش ربنا كنظرة شاملة، هما شافوه في حتة اللي تخصهم. أنا سايق عربيتي فحصل لي العربية اتقلبت بيا، الحمد لله ما عنديش عربية مش بفول على نفسي يعني، وعملت حادثة وبين الحياة والموت، اوكي؟ فعماد ما بصش إلا هنا، بس خلاص الحياة وقفت قدام الحادثة وقدام العجزة اللي صابني وقدام بس. طب وهنا بقيت الفيو، هنا بقيت الرؤية فين؟ لا انا هنا باصص للعجز وباصص فقدت اكل عيشي ومش عارف ايه يا عم. طب بص كده، ما هو انت هتلاقيه ماشي معاك وهتلاقيه بيبعت لك قوتك، ده بيحصل بالفعل، انا مش بقول كلام كرتون يعني، فبيحصل بالفعل ان ربنا ماشي معاك وبيدبرها لك وأراد ده عشان خلاصك زي ما قال بيتر وخلاص الآخرين زي قصة يونان النبي. في قصة يونان النبي ليس خلاص أهل نينوى فقط، لكن ركاب السفينة كمان، ما كانوش بيعبدوا الله، كانوا بيعبدوا الأوثان. فالله خلص كثيرين في قصة يونان النبي الهارب اللي كان مش عايز يسمع كلام الله ويروح يبشر في نينوى المدينة العظيمة. وكانت حجته ايه؟ ما هو انت اله طيب وصالح فهروح ابشرهم هيتوبوا هيرجعوا، طب انا بقى وكلمتي انا تنزل الارض بقى كده؟ دي كانت مشكلة يونان، كلمتي بقى خلاص هتنزل الارض يعني، افضل انا بقى ماشي عمال بقى توبوا ربنا هيعمل فيكم ربنا هيسوي فيكم، وهوب يتوبوا ويرجعوا وانت تقبل توبتهم ويا دار ما دخلك شر، وانا بقى انا اللي منظري يبقى وحش، منظري انا ايه دلوقتي كده؟ فدي كانت مشكلة فنان. وربنا حب يعلمه الدرس زي ما انتوا عارفين القصة. فاذا الرؤية ما هياش رؤية شاملة، لا انا محتاج انظر لله صورة شاملة. انا نظرت اليها بحسب الاحتياجات والتطلعات. ما خدتش اللي انا عايزه يبقى هو وحش. انا ماشي في الحياه بالعافيه يبقى هو وحش. زمايلي كلهم بيترقوا وانا واقف محلك سر، هو وحش. ده فلان ساب الشركه الفلانيه وراح الشركه العلانيه وراح بقى مدير وانا لسه واقف محلك سر، يبقى هو وحش. لا تقيم الله باحتياجاتك وتطلعاتك. مش يمكن ده غير مناسب ليك؟ يجي واحد يرد عليا يقول لي ايه يا عم، بس هو يجيبه نبقى نشوف مناسب ولا مش مناسب. ما احنا لسه بنقول ده هو حرية الإرادة، مش سايبها لك كاملة، لان انت ممكن تأذي نفسك بتطلعاتك وطموحك. بس مش محدش يجي يقول لي يعني ما بقاش عندي طموح، لا انا ما قلتش كده. خلي عندك طموح زي ما انت عايز، ان شاء الله يا رب تشتري فيلا في القمر، انما هل ده يناسب ولا لا يناسب؟ بس مش اكتر من كده. فده دليل على ايه؟ منظور ضيق، منظور وافق ضيق،
هم لخصتها في الحتة دي. وعي قديم، عندي خلفيات قديمة مش لطيفة لسه عايش فيها، معارف قديمة، ناس ممكن تأخرك عن معرفة الله، تشدك لورا، خبرات قديمة، خبرات مش لطيفة برضو، رغبات قديمة، حاجات نفسك فيها ومحققتهاش وعايز ترجع لها تاني، مقارنات قديمة، بتقارن نفسك بغيرك. فكل ده دلائل على ان رؤيتك لله ما هياش رؤية شمولية، ما هياش نظرة شمولية، لا، انت باصص لربنا على انه احتياجات وتطلعات فقط لغير. طب يا عم العشرة مع الله بعدين، الحياة مع الله بعدين، طب توبتي، طب خلاص نفسي بعدين، هو خلاص احتياجات وتطلعات، احتياجات وتطلعات بس، مش اكتر من كده. كل الكلام اللي قلناه ده ما يجيبش ثمر خالص خالص، ما يخليش الانسان يثمر. طيب ليه؟ الكلام كله على الذهن، الكلام كله على الذهن، ذهن لم يتجدد، وذهن لم ينفتح، وذهن لم يشفى من ذاتيته، وذهن لم يتسلمه الروح القدس، بعيد كل البعد. ذهن، ايه دي ترجعنا لفظ غريب قوي اتقال في الكتاب المقدس، ان الله اسلمهم الى، برافو عليك، الله اسلمهم الى ذهن مرفوض، محاولات ومحاولات 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 وارساليات وانبياء، وزي ما حصل مع شعب اسرائيل، وفي النهايه مفيش فايده، فاسلمهم الى ذهن مرفوض. فقلت لك، زي ما بنقول في حزقيال كده، فقلت لك بدمك عيشي. فالمشكله مشكله ذهن مش منفتح، مش متسلم للروح القدس، ما مفكرش الا في نفسه، مش متجدد، ما فيش ثمر اصلا يعني. طب احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين حاجتين، محتاجين ان يتولد فينا ذهن يتاسس عليه مشروع خلاص نفسي، ومحتاجين وعي ورجاء متاسسين على الله مش على التطلعات وعلى متغيرات الحياه. ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين إله تفصيل، مش محتاجين إله يفرح فقط، مش عايزين إله يعمل معجزات فقط. وأنا متأسف خالص 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 على اللي هقوله، وبقد يعني كل الاحترام والتقدير، هتقعد على الفيسبوك طول اليوم هتلاقيه مليان بقى الحاجات دي، يا رب فرحة، يا رب نعمة، يا رب مش عارف ايه. انا مش معترض، انا لا ادين احد، بس ببقى نفسي اقول لاخواتي، مش هي دي، مش هي دي الحياة خالص. لا، انا لما اقعد على الفيسبوك من هنا للسنة الجاية واقعد اقول يا رب فرحة، ده احنا عاملين زي بتوع اللي بيطلعوا في المترو بقى يبيعوا حاجات. لا 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 لا، انا رأيي الشخصي، رأيي الشخصي، ما تبيعش مشاعرك وعواطفك على الفيسبوك، ما تبيعهاش خالص، قدسها في مخدعك، ده رأيي الشخصي. عشان كده احنا محتاجين ذهن يكون متوفر فيه الحاجات دي عشان اقدر اكمل المسيرة دي. اتفضلي، بصوا الآية دي، يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق، انت فين، انت مستخبي ولا محتجب ولا رحت فين؟ هنا احنا ما بين رغبة ان احنا نتسند على اله يقدر يخش يحل مشكلتك بطريقة معجزية، وبين التمسك بالامل. عارفين يعني ايه؟ خايف اقف اترجاه فيرفض لي طلبي فاروح مديله ظهري وماشي. مفهومة؟ مفهومة؟ دي مشكلة عصر، دي مشكلة عصر، مشكلة فقدان ثقة في ضابط الكل. شفت وصلت لدرجة ايه؟ خايف انه ما يحققليش اللي هطلبه، فانا مش واقف من اساسه
وراح مد ظهري وامشي في المخالف. شفت وصلنا لدرجة ايه؟ طب ما تطلب. اطلب. وكل ما تحققش دلوقتي بكرة بعدين يعني. لكن تاخد الموقف ده، ده كده نوع من انواع التأرجح. بص انا عامل لك مقابلات. اسمها ايه؟ مقابلات؟ مقابلات. وجع بشري وقدامه خبر مطمئن. في وجع ومستني خبر، وسايب كل حاجة وقاعد مستني الخبر، وسايب الصلاة وسايب كل حاجة وقاعد مستني الخبر. طب خليك قاعد مستني الخبر، اتحرك. انت ويت لإيه؟ انت منتظر إيه؟ ليه دايما نفكر في المعجزات فقط؟ ليه؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. ما هو ضابط الكل. إذا كانت المعجزة هتنفعك أوكي، مش هتنفعك برضو أوكي، هو عارف هو بيعمل ايه. بس ناس كتيرة مش شايفة اللي انا بقوله عشان الصورة المشوهة اللي احنا شرحناها في الاول. نعم. طبعا دي من ضمن الحياة، هو مستني المعجزة عشان مستعجل. بس انا كنت اللي اقصد ان انا اركز عليه ان هو مش بياخد اكشن، مش بيتحرك، هو قاعد مستني. حيرة وخوف وقدامها صلوات. يعني انت بتصلي ومتزعزع وخايف لحسن الطلب ما يتقضيش. ألم ووداع وقلوب تترجى. يعني المثل يبقى صعب شوية. يعني ايه؟ تخيل انا واقف كده على باب الرعاية المركزة مثلا، وحد من حبايبي، امي مثلا الله يرحمها يعني، في الرعاية جوه، وطولت 15 يوم مثلا ولا شهر، وانا واقف على الباب اقرع. هي يونيك يعني، هو وان واي. قومها، اشفيها، فرحني بيها. حد يرد عليا ليه؟ هو طبعا انا هدعي واصلي، دي امي، بس بسأل ليه؟ ليه ده بس؟ مش طلبة، ممكن يكون في حاجة ذهن تاني. انت معاك حق في الكلمة، لكن مش طلبة. انا مش عادي عليها يعني. لكن ليه انا مش متصور غير هو ده الخط اللي همشي؟ انا عشان كده انا قلت في الاول هو مثل صعب، مثل صعب. انا يعني انا مشفق عليكم وعلى نفسي، ولو حد بيلومني انا طبعا يعني مقدر ده، لكن هي دي الحقيقة. هو مش ممكن مثلا اطلب راحة؟ مش ممكن. مش ممكن اطلب اتصرف يا رب. انا بتدرج او برد على كاتي اهو، بتدرج في الرد، انا مش هادي على ماما يعني. يا رب يعني، طب ممكن الصالح اعمله يا رب اللي انت شايفه. وانت يا رب لو سمحت ان انت تاخدها عندك، دي وديعتك يا رب، انا مش معترض، بس عزي قلبي، ساعدنا، قوينا. هو ليه مش بنروح حته الكلام ده بقى؟ عشان ماما، صح؟ فالكلام ده وحش، النص اللي انا قلته ده وحش، صح؟ انا مشفق، انا مقدر المشاعر تماما، ولكن صدقوني في بعض الحالات انت بتبقى واقف تطلب له الرحمه، صدقوني يعني، عشان تبقوا عارفين. بس هي الحياة قاسية طبعا يعني. أمثلة أنا جايبها لكم، 119 مليون مسيحي شهيد في القرن العشرين كانوا مسالمين. لماذا يا رب؟ أسس بيها كنيسة قوية ثابتة. الصينيون يذبحون الإرساليات، وده حصل. ليه يا رب كده بس؟ النهاردة أعظم كنيسة موجودة في الصين. لنا هناك كنائس ولنا كهنة اترشموا. شخص فقد ايده، وده كان يعيني اكل عيشه، خراط مثلا، ميكانيكي، سيدة غير قادرة على الانجاب، مش بتقدر، واتحرمت من الخلفة، حد عنده كانسر بيودع الدنيا، او بقى ومجاعات. لماذا يا رب؟ ليه؟ مش
ماشي انت ضابط الكل، ليه بتسمح؟ ارجع ورا شوية 3 4 سلايدات كده. بما ان الله اعطاك حرية الارادة، فمن العدل الالهي ان يبقى فيه سماح منه بحاجات زي كده. من العدل الالهي، والا لا يكون اله عادل ولا يكون اله ضابط الكل، تسقط المعادله على طول. ايوه يا نورا. ويوجد الم مرنم، ده اللي انا كنت بقوله من شويه، ان في حاجات ممكن العقل يرفضها طبعا، وانا قلت انا مقدر. يوجد الم مرنم، يا رب استمع صلاتي وليدخل اليك صراخي، دي في مزمور 102. يا اله النقمات يا رب، يا اله النقمات اشرق، ارتفع يا ديان الارض، جازي صنيع المستكبرين، ودي هتلاقوها في مزمور 94. الحاجات دي ممكن تقروها يعني. الالم، خليني اتفق معاكو، الالم لما الانسان فينا بيتالم، اتفق معاكو ان الالم بيعرقل العقل وبيتقل الوجدان وبيشوش على الروح وبيخلي الروح ما تشوفش البصيرة صح. دي حقيقة، الإنسان وهو متألم، وإلا ما كانش علم النفس قال إن الألم والمرض بيغير من المشاعر وعواطف الإنسان. ده شيء مفروض منه يعني. فأنا معاكم في كل ده. فلماذا يسمح الله بالألم؟ مش يمكن كل الحاجات دي، على فكرة مش يمكن، هي دي حقيقة، كل الحاجات دي تتسبب في تغييرك، انها توجه نظرك ناحية حاجة تانية، انها تمشيك في الطريق الصح. مش ممكن، مفيش احداث في الحياة كده خالص شفتوها خالص. مفيش انسان مثلا او انسانة فك خطوبته وحزن شوية وبعد كده عرف ان الله صالح وانه نجاه من حاجات. مفيش. انا بتكلم في الامثلة اللي فيها فرحة، واحد خطب وفرح، او واحدة اتخطبت وفرحت بس فكت. مفيش الامثلة دي في الحياة قدامكم، ولا انا بتكلم كلام نظري؟ مش ياما بيحصل في حياتكم احداث بعد شوية بتعرف ان الله صالح، ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ بعد شوية، مش لازم في وقتها، شوية صبر يعني. عشان كده ما لقيتش احسن من دي اقول لكم عليها. في وسط الالم ياتي المعلم لينتهر الريح. في وسط الالم، في وسط الالم دي بقى حاجه رمزيه، ما اعرفش ممكن تقعد قد ايه. يقول كده: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم. الله لما بيتدخل في سفينه حياتك، هو الله ضابط الكل. على فكره هو ما كانش نايم، هو ما كانش نايم، بس الله لما كان بالجسد في السفينة هو عارف ان هو عايز يعلمهم الدرس شكله ايه، هو ما كانش نايم. فيعني في وسط الألم سيأتي الله. طب ايه المشكلة؟ المشكلة الحقيقية فيك انت، انك ما ذاكرتش قبل التجربة عشان تكون مستعد، فبالتالي انت ما انتش قادر تستحملها وما انتش قادر تستقبلها. والمذاكرة دي مش أنا اللي هقول لكم عليها، صلاة، إنجيل، عشرة مع الله، انسحاق الروح، وتدي فرصة لعمل الروح القدس إنه يشتغل جواك، تمام؟ فدي المشكلة، المشكلة عندك مش عنده. الله ماله؟ ثابت ولا مش ثابت؟ الله إيه؟ الله ثابت، وليس عنده، برافو، وليس عنده ظل دوران. فالله ثابت، اما انا فالمشكله عندي، فلازم اعالج مشكلتي. دي المشكله الحقيقيه اللي احنا وصلنا لها في الاخر. اتفضلي. ف الاعدي اللي بعديها دي عشان دي ممكن تاخد كتير. انا تقريبا خلاص كده، دي خلصت. حاولت ان انا الخص لك كل اللي احنا قلناه. واحد، إلهنا فيه الكفاية، إلهنا فيه الكفاية. ويقول كده في تكوين 17: ولما كان إبرام ابن 99 سنة، ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي
من شوية لما كنت بقول لكم القدير اتكررت كتير في العهد القديم. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. يا سلام يا رب، بص إلهنا فيه الكفاية. فاكرين ده حصل إمتى؟ لما عدوا عليه ثلاثة ساعة الظهرية، وكان قاعد عند باب الخيمة واتكلموا معاه، وكان ده ظهور الله بيتكلم مع إبراهيم وقال له كده. وبعد شوية في نهاية الإصحاح ده لما تقروا قال له إيه؟ مراتك هتبقى إيه؟ عندها نسل. وصار ضحكت، والقصة اللي أنتوا عارفينها. ففي هذا الإصحاح اللي ربنا بدأه كده نهاب إيه؟ الوعد الإلهي لأبونا إبراهيم. يبقى نمرة واحد، إلهنا فيه الكفاية. نمرة اتنين، خط عام، التدخل الإلهي مرهون بإيمان الشخص، وبالتالي إيمان الشخص هو مساحة من الموافقة الإنسانية. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ يعني إيه الكلام الكبير ده؟ عايز ربنا يتدخل، ده متوقف على إيمانك، متوقف على إيه؟ إيمانك. وإيمانك ده، إيمانك ده هي ده المساحة اللي ربنا عطاها لك علشان تقبل أو ما تقبلش، ما بيجبركش على حاجة. حصل في حاجات كتيرة قوي. أتريد أن تبرأ؟ سمعتوها كتير ولا ما سمعتوهاش؟ ها؟ ليكن لك إيمانك. والسيد المسيح له المجد، مدح مين في إيمانه وقال ما شفتش إيمان زي كده أبدا في إسرائيل؟ مين؟ ها؟ قائد المئة بيتوسل إليه وبيقول له اشفي الغلام. فعايز يروح معاه، قاله مش محتاج إنك تروح، كل كلمة، كل كلمة فيبرأ دائي الآن، كلمة بس وأنا أثق إنه هيخف. مش عايز أطول في الحتة دي، المعجزات كتيرة يعني. يبقى إلهنا فيه الكفاية، الخط العام بتاع إنه مرهون بالإيمان. نمرة ثلاثة عملتها لك في سورة معادلة، خلاص الإنسان النهائي بيساوي إرادة الله زائد إرادتك، مش هيخلصك بدونك. وده المبدأ العام بتاع التجسد الإلهي، مش هيخلصك بدونك، هتشترك يعني هتشترك. ما أنا مش يعني أنا يعني حتى في الحياة مش بتحصل أنت تقدر تساعد حد ما تعرفوش؟ ما ينفعش. حتى في الغرب الحتة دي كده امبولايت، ما ينفعش. هو يطلب أوكي، ما أقدرش أن أنا أقحم نفسي في حياته، فمش هقدر. أنت ممكن تكسفني قدام الناس يعني على المستوى البشري مثلا، أو أن أنت ممكن تاخدها على كرامتك، لا مش عايز حد يساعدني. فالخلاص بتاعك إرادة الله زائد إرادة الإنسان. واحد اتنين تلاتة. نمرة أربعة، احذر البعد النفعي اللي قلنا عليها من شوية. ربنا مش ما تحطوش في حتة احتياجات، لا لا مش قصدي يعني مش حتة احتياجات وبس، لا دي هتوديك في سكة مش لطيفة خالص. هو أنا ينفع أروح أطلب حاجة من حد معرفوش؟ ما هو ده هو ده البعد النفعي. يعني إيه؟ عارفينه منتوا الناس دي؟ ما يعرفكش إلا لما يكون عايز منك حاجة. فده اللي أنا بعمله مع ربنا. احذر عصرة العقل، فإن كلمة الصليب عند الهالكين إيه؟ جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. احذر عصرة العقل. عقلك لو شت، لو حصل له عصرة، الصور المشوهة اللي اتكلمنا عليها في الأول برضو هتروح في سكة تانية. أخيرا، العالم بتاعنا كإنسان مسيحي أرثوذكسي بيبدأ من القلب. العالم بيبدأ من القلب، عشان كده المسيح له المجد. لخص لك الإنجيل في إيه؟ الإنسان الصالح يخرج الصالحات. يعني القلب ده فيه صلاح هيخرج، القلب ده فيه شر هيخرج شرور، صح؟ الآية المحطوطة دي هي دي خلاص غاية الموضوع بتاعنا والخلاصة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، ضابط الكل. هو ده ضابط الكل، مبارك في كل حاجة، في رأفاته وبيدينا تعزياته. فضابط الكل هو
ضابط الإيقاع وعارف عنك كل حاجة ونفسه يخلصك، بس انت تفتح الباب وتديله الفرصة. معلش انا طولت عليكم، خدنا بركة، وركز قوي في الموضوع دوت. حاول ان انت تطلب من ربنا دايما نعمة يفتح ذهنك ان انت تفهم اكتر، عشان تمشي وانت مرتاح حتى لو في قلب التجربة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. النهارده 21 في الشهر القبطي، عيد السبت العذراء. هنختم باب التمجيد و السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس، السلام لك يا مريم يا بكر بتول وعروس، السلام لك يا مريم يا ثبوت عهد النعمة، السلام لك يا مريم يا ثمرة لذيذة طعمة، السلام لك يا مريم يا جنة وفردو، السلام لك يا مريم حملت الغير محسوس، السلام لك يا مريم يا خليلة سليمة، سلام لك يا مريم يا دواء يبرئ التعب، سلام لك يا مريم يا ذات البتولية، السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية، السلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور، السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور، السلام لك يا مريم يا شفيع المؤمنين، السلام لك يا مريم يا صلاحا للخاطئين، السلام لك يا مريم يا ضياء في البرية، السلام لك يا مريم يا طاهرة ونقية، السلام لك يا مريم يا زهرة بأجلبي، السلام لك يا مريم يا عروسة للدية، السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة، السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة، السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب، السلام لك يا مريم يا كنز العين مرهو، السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد، السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد، السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط، السلام لك يا هيك نقي مضبوط، السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم يا لي له في علا، السلام لك يا مريم يا يهود غالي الأسماء، السلام لك يا مريم يا زهرة في البستان، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين. أكسياتي مريتي بارسينوس، آه 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 آه
ألكسيوس ميخائيل بينشتي إن أرشي أنجيلوس. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر. يا أبانا الذي في السماء، يتقدس اسمك، لا يأتي الملكوت كما في السماء، كذلك على الأرض، خبزنا الغداء أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، خلنا يا رب في تجربة لكن نجي من الشيء. عيشوا وتصلوا.